بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن تكلمنا على النبي إسحاق عليه السلام، وقلنا على أن الأنبياء لما جاءوا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، ومن ثم غادي يمشوا لقرى سادوم اللي كاين في الأردن، في أغوار الأردن، لأن كاين ولد خوه تما لوط عليه السلام. ونبي الله لوط هو الذي آمن له، آمن للخليل إبراهيم. سيدنا قال فآمن له لوط، ولوط هو ابن هاران، هاران أخو إبراهيم. وهذا هاران هو اللي شاف من اللي إبراهيم خرج من النار نقي، ما طرى ليه والو، وهو ما كانش كيآمن، كان كيآمن بالأصنام في ذاك الوقت. حتى هو دار واحد النار وطاح فيها، قال لي مادام إبراهيم أخويا خرج طاح في ذاك النار ويتحرق، مشى يسحب راسه غادي يفلت بحال إبراهيم. صاب الأمور مقادة، لكن كون كانت عنده عقيدة الخليل إبراهيم وتلاح مع أخوه غادي يخرج ناجي، ينجيه الله من النار. فآمن لوط، كانت من الإيمان القوي اللي زاد دياله هو الأنبي الله لوط. قال إني مهاجر إلى ربي. بعد مشى القرى سادوم وعاش تما وتزوج تما شب وترعرع في هذاك المكان، وتزوج من بنات سيدهم. فأوحى الله إليه، سيدي ربي وحاله، وآمن. لكن كان ذوك القرى مبليين فيهم واحد البلاء، وهذاك البلاء مع الأسف شهروه داع، ماشي بقى مستور، لا عاد زادوا فيه. حيت أي قوم ابتلوا بمصيبة ثم أعلنوها إلا وأهلكهم الله، عجل الله بهلاكهم. هذوك ولات المدينة كلها عندهم هذيك الموسيقى الفاحشة، كلها عندهم عادي. حتى إلا جاوا ضيوف من شي مكان دايزين يشدوهم الرجال، إلا كانت جماعة فيها النساء والرجال كيشدوا الرجال ويخليوا المرأة كتمشي حرة، ما كاينش اللي يدوي معاها. فالملائكة صيفطهم الله تبارك لديك المدينة بسبب. وكان لوط عليه السلام عنده بناته، عنده البنات والولاد. ملي جاوا الملائكة دازوا من عند إبراهيم الخليل، دازوا عند لوط، دخلوا في صورة رجال فيهم جمال فائق، غلمان من أروع ما يكون. جلسوا عنده لوط عليه السلام، ملي دخلوا عنده ضاق صدر، قال غادي يجيو القوم ديالي دابا، ضاق بهم صدرا وقال هذا يوم عصيب. شكون اللي غادي يخبر القوم؟ هي مرته خرجت مشات عند القوم ديالها، قالت لهم راه لوط، راه الزوج ديالي عنده شي غلمان جاو، ما عرفتش منين جاو، بحال الملائكه فيهم شي جمال، هما راه ملائكه جاو يختبروهم. ما يجيو القوم كيجريو. لوط عليه السلام اللي وقفوا لي عند الباب قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. وكيقصد بالبنات ماشي بناته، كيقصد البنات لان بنات الامه كلهم بنات، يعني لان ملي كيقول بنات النبي كاع النساء ديال الامه كيتسموا هذاك النبي اللي كان ذاك الوقت كيكونوا بناته هو ابوهم. علاش الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وما قالش وبنات المؤمنين، لان نساء المؤمنين داخلين في ضمن البنات، وبناتك ونساء المؤمنين. اذا ما قالش وبنات المؤمنين، قال ونساء المؤمنين، اذا بناتك راه داخلين يدنين عليهن من جلابيبهن. اذا ملي قال ما هؤلاء بناتي هن اطهركم، عندكم نساء، اش قالوا؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من شيء، وانك لتعلم ما نريد. وهذه واحد القصه كيقولوها بعدا على اشعب الطماع من باب المستملح. اشعب الطماع هذا معروف كان في زمن معاويه بن ابي سفيان، وكان معروف في المشم رائحه الطعام كيمشي يجري ما كيوقفش، عاكي شم ريحه الطعام ما كيطير. شي مره شم ريحه الطعام في واحد البيت، هو يدفع الباب ودخل، وهذاك الراجل كيتغدى هو وبناته، عنده البنات. ملي شافهم عارفينه هبيل، هذاك اشعب الطعام عارفينه، ولا كيقول لي بناتي يا اشعب بناتي عندك، اش قال لي هو؟ قال لي لقد علمت ما لنا في بناتك من شيء، وان لك انك لتعلم ما نريد، هو جاي ياكل من باب المستملحات. اذا جبريل عليه السلام ملي شاف
لوط عليه السلام شافوا خافوا تحرج وجاو فضرب بجناحه ضرب بيديه وما يجمدوا هذوك بلاصتهم ما بقاوش يتحركوا. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فعلا خرج لوط واللي آمنوا معه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. خرج من ذاك اللي آمنوا ليه وخرجت مرته معاه لأنها وخي خائنة مشات هي خبرت لوط. علاش الله تعالى قال ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أشنا هي الخيانة؟ مرت نوح ذكر لي الله الخيانة لأن ملي نوح عليه السلام قال لمرته إلا شتي الما كيخرج من الكانون قوليها لي حتى غادي اش دارت هي؟ مشات دارت واحد القربه تحت التراب ملي جمع الحيوانات وجمع الكائنات في السفينه وكيتسنى الماء يخرج باش تعلموا باش يسد السفينه. مشات دارت واحد القربه عمرتها بالماء ودفنتها وهي تقبها خرقت ديك القبه يبدا يخرج الماء. قالت لي هي كتضحك على تستهزئ بزوج ابن نوح. قالت لي تعالى نوح اول ما خرج من الكانون قال لي لقد استعجلت يا أمة الله علاش زربتي؟ كان بزاف الكائنات غادي نجمعوهم ما جمعناهمش علاش؟ هذا معنى قلت حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. التنور هو الكانون والتنور بجميع اللغات السامية في الأمازيغ عندك يقولوا تنور والتنور باللغات الأخرى. إذا التنور كلمة قديمة سامية ودخلت الأمازيغية وكيقولوا العربية التنور وفار التنور والكانون. هذه الخيانة ديال المرت نوح والخيانه ديال مرت لوط ان ملي جاوا عند الضيوف مشات عند القوم ديالها خبرتهم ان عنده ضيوف فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. اذا خرجت مع مرته ملي وصلت لواحد المكان يعني من الفجر من نص الليل هما غاديين حتى قرب الفجر ويتسمع الامين جبريل جهز هذوك المدن قرى سادوم ثلاثه هزهم وقلبهم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. نسمع ذاك والحجارة جات مسومة كل حجرة مكتوب عليها سمية مولاها هذا معنى مسومة عند ربك. حتى اللي كانوا خارجين من اللي جاوا ضربتهم من اللي سمعت بحال الزلزال المرضية تلافت تلفت قالت واقعوا ما تلفتت وجهوا حجره من هذيك البلاصه وقتلتها حتى هي معهم. هذا معنى انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. هي قرى سادوم اللي كان في الاردن كيتسمى البحر الميت اليوم البحر الميت اللي كاين دابا هذوك الاماكن ديال القوم ديالهم ديال قرى سادوم المعروفه في هذاك الوقت وبقى ذاك البحر من الان راه كاين كيلقاو اثارات وامور كثيره ملي كيديروا البحث تما فالخبراء كيلقاو بعض الاثارات من عام من اعمال هذاك القوم مزيان وكيقولوا كيسميو الناس كيقولوا اللواط وهذه الكلمه ما خصهاش تقال هذاك راه اسم النبي هذاك اذا هذا النبي هذا هو الذي امن بدعوه الخليل ابراهيم ولكن لهذا النبي هذا ما تعرفش عليه بزاف الا هذا الشيء يعني هذا القوم ديال صيفط الله لهذا القوم في الاردن ثم هاجر وصافي وحيل الى التقاعد كما كنقولوا ما بقاش تسمع عليه خبر لان كاين الانبياء اللي كيامنوا به مع الناس قلال كيصيفطوا من شي قوم كيكفروا به وكيامنوا به واحد القله قليله ديال الناس كيبقاو معاهم وكاين الانبياء ولذلك النبي الله لوط هو يعني لا يعتبر من بني اسرائيل لان انبياء بني اسرائيل كيبداوا من يعقوب اي نبي قبل من يعقوب ما كيدخلش في انبياء بني اسرائيل. إذا إبراهيم اللغة ديالو الفارسية معروفة وإسحاق اللغة الفارسية الأكادية القديمة كتسمى ونبي الله لوط لغته الأكادية القديمة الأكادية هي اللي كتبها هي اللي كتبها النبي إدريس اللغة الأكادية اللي كانت كتبت لأول من خط وحرف الخط. أما أنبياء بني إسرائيل كيبداو من بعد يعقوب عليه السلام
فكل من أنجبه يعقوب النبي فهم فمن انتسب إليه فهو من بني إسرائيل، يعني أبناء الرجل الصالح. أما ما قبل جميع الأنبياء اللي ذكروا، حيث القرآن ذكر 18 نبي في صيلة واحدة، ابن إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوح هدينا ومن ذرية إبراهيم وإسحاق وغادي، 18 نبي ذكروا هنا. وما المجموع ما ذكر من الأنبياء في القرآن الكريم 25 نبي اللي قلنا، منهم الرسل 18 وما تبقى أنبياء. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي يرسل إلى القوم ويكلف بالدعوة بالرسالة، أما النبي هو الذي ينبأ، جاي من أن جاي كلمة نبي من النبوة، النبي في قراءة حفص عن عاصم، والنبي بالهمز في قراءة ورشة عن نافع من النبأ، والنبوة يعني الاختيار، والكلمتين تغطي المعنيين، يعني النبي والنبي يعني اختاره ونبأه، والنبوءة هو الإخبار عن المستقبل، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، كتخبر على شيء حاجة غيبة إما مستقبل وإما ماضي، عما يتسلل عن النبأ العظيم، الخبر الذي هم فيه مختلفون. إذن يوم القيامة والقرآن والدين لمختلف اليهود والنصارى، هذا يسمى من ثم قيل لهم فليك ورش يقرأ الجمع الأنبياء ويقرأ حفص الأنبياء، أي المختارون والمبشرون الذين يبشرون الناس، الأنبياء مبشرين ومنذرين. إذن هذه النبي لوط عليه السلام كان من أوائل الأنبياء الذين هم ليسوا من بني إسرائيل، ومات لوط عليه السلام عن ما يزيد على 160 عام، وكانوا كل اخترة الأنبياء كيموتوا بعد هذا السن، هذا 160 180 حتى 200، لكن من بعد موسى عليه السلام بدات نوع الأنبياء تتنقص الأعمار، يعني موسى مات على 135 عام، وهارون نفس الشيء، وهكذا دواليك. وكان هذا هو الوقت ديال الأجيال اللي كيبلغوا فيه الدعوة للناس، وهذا كيتسمى القرن، حيت القرن من اللي كنضيفوه للزمان حاجة، من اللي كنضيفوه للمكان حاجة، القرن من اللي كنضيفوه للزمان يراد به 40 عام، من اللي كنضيفوه للمكان يراد به 100 عام، خير القرون قرني هذا ثم الذين يلونه. واضح؟ لا عندهم الشرك وعندهم بزاف الحوايج، يعني ماشي غير هذا الشيء، يعني قوم لوط ما امنوش به اصلا، كون امنوا بالدعوه ديالو ما غيديروا حتى حاجه، غيكونوا صالحين، يعني ما امنوش حتى يعني اصلا هما كانوا عباده الاصنام عندهم، يعني ان الشرك لظلم عظيم، يعني نعم لا هما كانوا هذه كانت عندهم غير نزهه، ماشي هي دي يعني، لا هذه عندهم غير غلط، يعني بالنسبة لهم ما كانش هاد الجيرة، كان عندهم غير نزهة، هما عندهم عادي يعيشون عادي، ما فيهم ذيك البلوى، ماشي هذا، وكانوا بالإضافة لكما كانوا مشركين، لا يؤمنون بدعوة لوط أبدا، كانوا كيعبدوا الأصنام، هذا هو علاش الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يلي آمنوا به، وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إذا هاد الناس، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي سورة أخرى قال وإنكم لتمرون مصبحين وبالليل، اللي كان الناس كيمشيو للشام كيمروا بقرى سادوم اللي كانت قوم لوط، كانوا كيمروا بهم، كيمروا بهذاك الدمار وهذاك الشيء اللي كان بحال الزلزال معروف، قلبوا المدن السافلها عالية، يعني عاليها سافلة. دابا حنا كنتكلموا على هذاك الوقت كان عفا هذيك الجهة، دابا هذا الشيء راه عام في كل القنت، هذاك الوقت كان عفا هذاك القنت، ولكن جهة أخرى ما كانش فيها، دابا ولات هذه الأمور، دابا شوف ولات الامور اخرى كبرات على داكشي اللي كتعرف، لان اصبحت الامور غير اذا فعلت امتي 15 خصله فقد حل بي البلاء في الحديث، اذا اتخذ الفيء دولا والامانه مغنمه والزكاه مغرمه وتعلم العلم لغير الدين واطاع الرجل زوجه في المعاصي وعق امه وادنى صديقه وجفاء اباه في الحديث، الى ان قال وابيحت الفواحش،
شربت الخمر وأبيحت الفواحش، وهذه من علامات الساعة أن ولات الفواحش كلها مباحة في أي حاجة عادي عندهم، ما بقاش الناس كيشوفوا شي حاجة أنها غلط. ما تنساش على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما دام باقي الناس كيأذنوا الصلوات وباقي الأذانات كترفع في المساجد وباقي الحياء، ما دام أنه باقي الحياء راه باقي الخير في الأمة. تنهار اللي ما يبقاو هذوك راح يتعموا كل شيء، ولا قدام دابا هذوك كانوا كيديروا سرا وعلانية، ما كانش عندهم السر، عندهم العلانية. بحال فرعون 40 عام هو كيقول ما علمت لكم من إله غيري، وكان بوحده. نهار اللي ماتوا دوك المستشارين اللي كانوا كينهيو ما بقاش اللي يردعوا، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، قال قدام الناس، فاخذه الله ونكال الاخره. هذيك الساعه فالانسان اذا ابتلى بشي مصيبه ما دام انه مستور فيه شويه الحياه، النهار اللي يعلن بيه ولي كل شيء وكيخرج برا بحال هادشي اللي واقع اليوم، ثم كتولي يؤجل الله بعقابه بحكمه يعلمها الله. حنا تكلمنا على هذا الموضوع، هذا كان علانية عندهم، علاش الله عجل بعقابهم؟ حنا تكلمنا دائما على ان اي فاحشه اي مصيبه الانسان الا كيعلنها يؤجل الله بعقابه. اي حاجه كتعلن كتولي، والمصيبه ماشي غير هذا الشيء، المصيبه الكبر منها حتى اللي شافها وعلنها نشرها. دابا مثلا شي واحد قام باي حاجه اللي غلط اللي هي يعني تسيء بالناس وبكذا، اي شر اي خطا اي فاحشه اي مصيبه الانسان استرجع واحد قلب عليه باش ينشرها عليه، كيولي الاثم هذاك عنده 1% وهذاك عنده 99%، حيت هذاك اللي حب باش ينشر الفاحشه الاثم ديالو كبر من هذاك اللي مضرق. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا اولئك لهم عذاب اليم. داك اللي حب باش ينشرها هو اللي عنده العذاب الاليم. اذا شي واحد كيقول هذيك الجهه راه فيها كذا كذا، كتولي هذاك هو اللي. اذا اليوم كاع الناس اللي كيحاولوا يقلبوا على شي حاجه مضرقه وكيبغي ينشرها، وشي واحد تستر بوحده باش ينشرها الا اللي كيضر الناس. شي واحد كيدير شي حاجه باش يضر المجتمع كامل، كيبيع شي حاجه ممنوعه، هذاك ممكن ما تخليش. بمعنى شي واحد لا كيدير شي حاجه شي اثم اللي متعدي، شي شر اللي غيضر الناس به، وغادي كيبيع شي حاجه مسمومه، هذاك انت واجب عليك باش انك تنهي من يبغاش الى ما انتهاش، خصك تبلغ عليه الجهات المعنيه. حيت علاش؟ حيت كيضر المجتمع، كيبيع شي حاجه مسمومه، كيبيع شي ماكولات غذائيه مثلا سالات الوقت ديالها، تبريمات ما بقاتش، وكتقول كتنهي كتقول اش كدير وما بغاش، هذاك الا ما علمتيش به انت شاركه في العمل. حيت السامع كالفاعل، هذا بجوج خصك. هذه مساله اخرى، لان غادي يضر عباد الله يضر الناس، كيبيع حاجه اللي تضر المجتمع، هذا من باب الصالح العام، خصك تبلغ به الجهات المعنيه، والا انت راك انت بحاله. هذه الامور اللي اذا هذاك القوم كانوا عالين، داك الشيء عادي عندهم، ما عندهمش فيه عيب، ما كاينش كاع. بينما هذاك راه لوط راه مرته مشات جابت ليه القوم، قالت ليه جيت كاين شي ولاد. بينما حنا ملي كنتكلموا على بنادم في اي حاجه الى تبتلى به، وما خصوش الانسان، ما كنتكلموش انه خصو يكون، ولكن الستر ديما راه مول الستر فيه الحياه. حتى يتوب، اذا تاب تاب الله عليه، اذا تاب تاب الله عليه. ولكن الا ولا زاد من الستر غادي وكي بحال دابا شي واحد كيوقع في شي حاجه اللي خايبه وكيبدا يقولها لعباد الله، البارحه كنا هنا وكنا هنا، هذاك يؤجل الله بعقابه. اولا كاين نيت اللي كتكون شي بلاصه خايبه وكيقول مالك ما قلتوها لي، حتى هو بغى يحضر ندم علاش ما كانش، كتكتب ليه كامله بحال لا كان. ولا قال الحمد لله ما كنتش، ما كنت. ولا كانت شي حاجه زوينه، شي حاجه فيها الاجر وفيها الخير والمنفعه العامه، وقال علاش ما قلتوهاش لي، وبغاته هو يكون شي مساعده ديال الخير، تكتب له كانما كان حاضرا. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، على حساب النيه الانسان كيتخلص على النيه ديالو.
ولذلك اما باش تمشي تتقلب على الناس وتقول اش كيدير هذا غلط، انا قلنا لك ان عمر رضي الله عنه شي مره شاف واحد داخل الدار ديالو يشرب الخمر، وقالوا لي راه واحد السيد راه، فعمر اش دار؟ تسلق الجدار طلع من الحيط ولقاه حصلو كيشرب الخمر، فملي وقف عليه قال يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين ان كنت انا قد اخطات فيما فعلت فانت اخطات ثلاث مرات، درتي ثلاثة ديال الذنوب، الأولى أنك تسلقت الجدار والله كيقول آتوا البيوت من أبوابها، والثانية لم تستأذن، والثالثة لم تسلم، خصك تسلم إذا دخلوا البيوت فسل فلا تدخلوا البيوت حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذا ما درتيش عمر ملي سمعوا قال لي هذا الكلام وكانوا يقفون عند خرج ومشى ما بقاش دوا معه، وكانت توبة هذاك الرجل، ولكن قال لي انا لا درت الذنب واحد حتى درتي ثلاثه. انت المفروض الانسان يدخل من الباب يدق يستاذن وهكاين، وانت ما درتيش والو من هذا الشيء. اذا الانسان الا مدرق وغلط شي غلط وكان مدرق، اذا ما شاءش الفاحشه راه مدرق حتى يتوب، يتوب عليه الله. اذا تاب تاب عليه الله، والا اذا ما تابش راه هو بين يدي الله. هذا هو اللي خص الانسان يعرفه. بالنسبه لا لا كاين شي سؤال؟ الحاج الاثار ديال العذاب اللي كان في القرى ديال السابق مازال الى اليوم القجعلنا عاليها سافلها مقلوبه، لان جبريل عليه السلام دار يدوت حد ذوك المدن ثلاثه قرى سادوم وقلبهم، وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه الى اليوم. وفي القران وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هذه معروفة. أي البحر الميت اللي في الأردن تما فين كاين ناج؟ معروف هذاك البحر الميت بعد. هذا هو الاختصار في الموضوع. والسلام عليكم.